معنا السيد رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. مرحبا بك رائد، لنتحدث عن ردة فعل الأسواق في هذه المرحلة بعد أن كنا مررنا بأسبوع الماضي كان أسبوع واضح من التقلبات. كيف هي بداية هذا الأسبوع وعلى ماذا تركز الأسواق في هذه المرحلة؟ أهلا بكم. طبعا يبتدأ الأسبوع مع توجه للمخاطرة إجمالا، هناك ارتفاعات في أسواق الأسهم تقريبا حول العالم وتركيز أكبر إن صح التعبير على الأصول ذات العوائد المرتفعة وتراجع عن الأصول عديمة العائد مثل الذهب وكذلك أيضا تراجعات في أسعار النفط. طبعا هذا مرده إلى أولا يعني تخار أو ضعف تأثير التوترات الجيوسياسية وانتهائها وتلاشيها نوعا ما في الأسواق، وترقب أخبار إيجابية ننتظر خلال تعاملات هذا الأسبوع إمكانية توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق الصيني الأمريكي، وكذلك الأمر ننتظر مجموعة من إصدارات أرباح بعض الشركات وقطاع البنوك على وجه التحديد في الولايات المتحدة الأمريكية بأدائه عن الربع الرابع من العام الماضي. طبعا هذا يتفاعل معه المستثمرون إجمالا ب التوجه نحو أسواق الأسهم على وجه التحديد والتراجع عن الملاذات الآمنة، وبالتالي ذلك قد يخلق نوع من زيادة الزخم أو زيادة التقلبات إن صح التعبير في الأسواق. وعلى رأس المؤشرات التي ننتظر أن تتغير بشكل كبير هي مؤشر S&P 500، ممكن أن يكون هو صاحب الحصة الأكبر من التحرك أو التقلب خلال تعاملات هذا الأسبوع. أيضا في عندنا بيانات الوظائف الغير زراعية الأمريكية التي صدرت خلال تعاملات اليوم الجمعة الفائت نوعا ما أثرت أيضا على الأسواق بشكل عام وضغطت بشكل أكبر على أسواق الذهب على وجه التحديد، فرأينا يرتفع مجددا أو يحاول الارتفاع ولكن بنتيجة البيانات السلبية طبعا الأقل من التوقع، ولكن عادت الأسواق لترجمة هذا الأمر على أنه أمر إيجابي وعادي جدا. نعم رأيت أن نتحدث عن التوقيع على اتفاق المرحلة الأولى بين بكين وواشنطن والأسواق متفائلة، لكن التفاؤل حذر يعني إلى حد كبير، خاصة أنه هناك تعتيم على حجم هذه الصفقة ومدى قدرة بكين نفسها على الالتزام ببنودها وفق هذه الظروف والانتخابات الأمريكية المقبلة والتوترات الجيوسياسية. إلى أي مدى هذا التفاؤل محفوف بكثير من المخاطر في إتمام هذه العملية في هذا العام 2020؟ يعني طول المدة التي تم اتخاذها حتى تحقيق هذا الاتفاق سببت نوع من التهيؤ أن هذا الاتفاق كبير جدا. طبعا مرد هذا الاتفاق أو نتائج أو ما يترتب على هذا الاتفاق إلغاء الرسوم الأخيرة الأمريكية على الواردات الصينية بقيمة يعني تقريبا أو عن شهر ديسمبر أو التي تم فرضها، وكذلك أيضا زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية، ولكن هذا الأمر يعني غير كافي حقيقة لإنهاء التوتر التجاري ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وسيسلط الأضواء أكثر على الفترة القادمة أو المرحلة الثانية من هذه الاتفاق. وأيضا يعني نعرف نحن أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال ترامب وإدارته إلى السياسة الحمائية وهي تدعيم المنتجات الوطنية والضغط أكثر على النظراء التجاريين للحصول على صفقات أفضل، تم تحقيق ذلك بالنسبة لأمريكا الشمالية وتحقيق ذلك بمرحلته الأولى مع الصين، يتم الضغط الآن وفتح جبهة المنطقة الأوروبية والتركيز أكبر على المنافسين الفرنسيين والصينيين وفي قطاع الطيران على وجه التحديد، ولكن ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون نفسها أطول في الفترة القادمة، وسوف تحاول أو ترامب وإدارته تحديدا الحصول على صفقة أفضل يعني إن صح التعبير مع الطرف الأوروبي، ولكن بالتزامن مع تمرير اتفاق جديد أو مرحلة جديدة مع الصين. أعتقد أن الأمور الآن أصبحت لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر، والتوجه نحو مرحلة ثانية بلا شك سوف يأخذ وقته وسوف يطول أكثر من منتصف العام القادم، لأنه حتى الآن نحن لم نقف على تفاصيل حقيقية للاتفاق في مرحلته الأولى يعني، ولكن واجه صعوبة وطول بالمدة بشكل كبير. الآن انظار تتجه نحو ما هي أبرز النقاط الرئيسية
السياسية التي سيتم مناقشتها بالمرحلة الثانية، وأعتقد هذا سوف يأخذ وقت وزمن طويل نسبيا. نعم، أشكرك رائد على كل هذه المعلومات. رائد خضر، أنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا لكل هذه المشاركة.